بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة الفيديو ده أنا عامله عشان خاطر أوضح بعض النقط. أول حاجة إن إحنا بنقدر أسئلتكم كلها وبنقراها بعناية وبناخدها في الحسبان وبنهتم بيها جدا جدا جدا، وإحنا بنأكد إن إحنا هنناقش كل حاجة في وقتها، لكن إحنا مش هينفع نخلط بين اليمين وبين الشمال ونجمع سؤال من هنا وسؤال من هنا، وإلا كده هيحصل نوع من التشتيت. وانا في نقطه كان نفسي اوضحها من بدايه البرنامج بس الحقيقه ما جاتش الفرصه. البرنامج احنا عاملين له ترتيب منهجي، اعداد منهجي، وكان المفروض نبدا من عنوان رئيسي وهو لا فرق ولا رايات في الاسلام، وبعد كده ننتقل لمدخل علمي صغير جدا في علم اصول الفقه، لان علم اصول الفقه هو اللي هيريحنا في فهم العديد من الامور. بعد كده كنا هنعمل تعريف بعلوم الساعة وترتيب العلامات دي ايه، وهنرد بعدها على منكري العلامات، الناس اللي بتنكر ان في حاجة اسمها علامات الساعة، وحاجات تانية كتير، لحد ما كنا هنوصل لعلامة علامة ونمسك ملف ملف. لكن طبعا استجابة لرغبة حضراتكم والاسئلة اللي حصلت من بداية من الحلقة التانية لحد ما بدأنا موضوع الدجال، غيرنا الاستراتيجية دي، وقلنا ان احنا نبدا في موضوع الدجال بشكل استثنائي عشان نغطي اكبر كم من الاسئله، السيل اللي جاي لنا من الاسئله. لكن دلوقتي هيبقى صعب ان احنا نغير، وصعب كمان ان احنا نجيب ملف مكان ملف دلوقتي، مش هنقدر نعمل كده، خصوصا ان الاحداث اللي موجوده على المنطقه بشكل عام دفعتنا ان احنا نوازن ما بين الجانب العلمي والمنهجي ومناقشه الاوضاع الحاليه، زي ما بدانا كده في الحلقه اللي فاتت موضوع المثليه، واللي هنكمله في حلقة بكرة إن شاء الله، اللي هي تكون حلقة مهمة جدا. وكمان الفيديو ده له علاقة بالحلقة اللي فاتت والحلقة اللي جاية، وفي آخر الفيديو هنعرف ليه. وبعد ما نخلص ملف الدجال إن شاء الله وننهيه تماما، هنستفتي حضراتكم وهنعرض على حضراتكم عنوانين. ممكن أقول لكم العنوانين إيه هما دلوقتي، تختاروا ما بينهم المدخل العلمي أو ملف علامات الإمام المهدي عليه السلام. حضراتكم اختاروا، واحنا برضو ولما نخلص ان شاء الله الملف بتاع الدجال هنعمل استفتاء على صفحة القناة، وهنعمل استفتاء على صفحتنا في الفيسبوك، ونتيجة الاستفتاء هي اللي هنبدأ بيها مع الدكتور محمد الملف الجديد ان شاء الله. وطبعا لسه في ملفات تانية كتير، لكن احنا بنعرض عليكم اثنين بس دلوقتي عشان ايه ما يحصلش تشتيت في الافكار. واحب اذكر حضراتكم ان بكرة ان شاء الله حلقة الاثنين دي حلقة منتصف الموسم الاول، فدعواتكم، احنا لسه قدامنا ان شاء الله مشوار طويل، لسه في مواسم اخرى باذن الله، وارجو ان انتم ما تستعجلوش وتتحلوا بالصبر، وكل حاجه باذن الله هتتشرح في وقتها. وانا بشكركم وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على اجمالي الفيدباك اللي حاصل مع البرنامج من ساعه ما بدا لحد دلوقتي، خصوصا ردود الفعل اللي جات لنا من بعد الحلقه 10 والحلقه 11. وانا في نقطه حابب اوضحها في الحلقه اللي فاتت قلتها، انا لما قلت ان الجهل والفقر سبب في انتشار الامر ده والعياذ بالله، ان ده مش بزم في المجتمعات الفقيره ولا حاجه، لا العياذ بالله انا ما اقصدش كده، بس اقصد اقول ان الجهل والفقر ممكن يوصلوا الانسان للخطا ايا كان ايه هو الخطا ده، وده ما ينفيش ان المجتمعات الاخرى اللي نقدر نقول هي الراقيه او المثقفه او المتعلمه بتعاني برضو من نفس الشيء. الموضوع واصل لحد كبير جدا للأسف في المجتمعات العربية. ويمكن كان في أحد السادة في التعليقات لام الدكتور محمد لوم في منتهى الأدب على إن دكتور من فضلك ما تقولش إن الكنائس بيحصل فيها زواج في أوروبا أو في أمريكا أو كده، ما تسميهمش كنائس، دي بيوت للشيطان. فأنا رديت عليه وقلت له يا سيدي الفاضل، الأمر لا يدعى لا بالكنائس ولا بالمساجد، هناك حادثة في العراق البعض من أصحاب اللحى ضبطوا متلبسين داخل مسجد، والأمر مصور، اعترافهم مصور بالصوت والصورة. فرد علي أحد السادة المتابعين بأني أجذف في هذا الأمر، وأنه دور على الكلام ده ما لقاش ليه أي أساس من الصحة. طبعا لأن الكلام ده موجود على الإنترنت من 2012-2013، يتشال بقى يتحذف في حاجة زي كده. لكن بفضل الله تعالى أنا كنت قدمته من خلال الحلقة 34 من سلسلة مصر مقبرة الغزاة، وصفحة حسن الكنانة صحيح اتقفلت،
لكن الحمد لله احنا نشرنا 50 حلقة من السلسلة على صفحة صوت المستقلين، وبالتالي الحلقة 34 موجودة، وانا قدمت له الرابط بتاع الحلقة، لكن للأسف برضه هو اصر ان انا بجذب. عموما انا قصيت الجزء الخاص بالكلام اللي انا قلته ده ونشرته على صفحة القناة، وهتلاقوا لينك الحلقة ولينك الجزء الخاص اللي انا بقوله في صندوق الوصف للفيديو ده. وبشكل عام انا عايز اقول نقطة مهمة جدا. اول واحد حذر وشرح تفاصيل وابعاد المؤامرة الماسونية على مصر بالكامل يعني يقول ايه بمخاطبة الرؤوس الكبرى فيهم وفضحهم كان الدكتور محمد عيسى داود. فضح البعض بالتصريح وفضح البعض بالإشارة. وفي احدى حلقات قناة النهار مع الأستاذ إبراهيم حجازي، الدكتور محمد والحلقة دي طبعا من 8 سنين، الدكتور محمد وجه رسالة قوية جدا لمن يفهم. فياريت نيجي مع بعض دلوقتي نشوف الرسالة دي بتقول ايه والرسالة دي تعني ايه. تعال نشوف. مصر النهاردة اقدر اقول لحضرتك مخترقاهم بنسبة 100%، زي ما هم برضو لهم تواجد احنا لنا تواجد. يمكن كان احد الاحباء مرة اعترض على كلمة لما بقول احنا لنا رجالة عندهم وكلام من ده، فقال لك ازاي وما يقولش الكلام ده، دي الف باء، لان احنا مش بنقول مثلا ده هم في الشارع الفلاني. العمل الاستخباراتي عمل واسع جدا، بحر من الظلمات، يعني ممكن نتعرض لبعضه بعد حين، ولكن انا مع حضرتك ان في مؤامرة عالمية. يمكن عرضنا قبل هذا لبعضها لما اتكلمنا عن بروتوكولات شيوخ صهيون، ودايما انا بنفي كلمة حكماء، لان الحكيم لا يفعل شرا، مستحيل واحد حكيم هيفعل شر. واثبتنا بالدليل المادي حتى وجودها على الدولار الامريكي ان في حكومة عالمية موجودة. دعك من كلمة بقى الطرف الخفي، لا انا بالنسبة لي كراجل يعني عشت عمري في هذا الامر، لا بقول لا، هي ظاهرة للعيان تماما، ظاهرة تماما، انما اللي عايز ينكر ده براحته خلاص، او يبقى انسان محبط. اللي مش عايز يشوفه حر. بالضبط، ما ينفعش يعني، ما ينفعش. وزي ما شفتوا حضراتكم الرسالة واضحة وصريحة ومحددة لمن يفهم. وبكده الدكتور محمد مش بقى انفرد بانه اتكلم عن المؤامرة، لا ده انفرد بان احنا كمان مخترقينهم، مش زي ما هم منتشرين احنا كمان لينا رجالتنا جواهم، ورجالتنا دول في الظاهر وفي الخفاء. لكن في نفس الحلقة الدكتور محمد عيسى داود قدم دليل كمان على صحة كلامه ده، والدليل ده له علاقة بالحلقة 10 او اسف بالحلقة 11 والحلقة بتاعت بكرة الحلقة 12 وموضوع المثلية. تعالوا نتفرج على الدليل ده ونسمع دكتور محمد بيقول ايه ونستوعب كويس قوي الصور والفيديوهات الحصرية اللي خاصة بدكتور محمد عيسى داود اللي محدش يمتلكها في العالم الا هو، لانها اتصورت بايد رجال احرار صدقوا ما عاهدوا الله عليه من اهل فلسطين الحبيبة وارسلوها للدكتور محمد. تعالوا بينا نتفرج. وقبل ما اسيبكم مع الفيديو ده، لان بعد كده انا هقول لكم سلام عليكم ونلتقي بكرة ان شاء الله، توقعوا من دكتور محمد انفرادات وانفرادات وانفرادات. فالاسد لم يزأر بعد ولم حتى يكشر عن انيابه، هو فقط تبسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما جينا مرة بنتكلم حضرتك عن شيمين، فخد الافيه قبل حضرتك ويبدو ان هو عايش كده وعايش يعني زي ما بنقول ايه بيقتات من هذه المسألة. فشيمين لا، وراح اعمل لك حاجة انا شفتها بعدين من الشباب اللي وروني، انا ما بهتمش طبعا بالشكلة دي لان عارف تجنيدهم لمين. فلما جيت شفت موضوع ضحكت جدا لسبب ان شيمين دي غابة في قلب اسرائيل. لما حصل الاحتلال وانتقلوا للقدس بعد 67 كان في غابة على اطراف القدس حضرتك، دي خلوها مركز ادارة عمليات الشذوذ كله، كل انواع الشذوذ اللي في الدنيا، اللي هو بقى سيادته علشان طبيب قلب ما يعرفش في القاموس غير ان شي ميل اللي هو واحد اتعمل له عملية حضرتك، بينما برضو حتى لو شاف قاموسين حلاقي شي مينز ممكن تمشي. في حاجة بقى هو ما عرفش سيادته، طب ما اتكلمش عليها ليه؟ الليدي بوي قبل حضرتك، السحاقيات، طب اكلمه عن التريني، عن الايموز، لا ما جابش سيرة، مسك وعمل عليها موضوع
اخبار حضرتك؟ انا عندي فيلم حضرتك دي حضرتك بعض الفدائيين في فلسطين لما وجدوا ان 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 في تصدير لعمليات الشذوذ في قلب فلسطين ومنها بتنطلق الوطن العربي وده نتنياهو بيستنجد بالطيران الاوروبي الحقونا فقاموا بعمليه ودمروها كلها كانت كامبات للشواذ. بعدها مباشره في مظاهره طلعت حضرتك واتى اليها بعض الاوروبيين والامريكيات والامريكان والحاج اللي بيقودوا الدعوه للشذوذ اللي هي الان موجوده في مصر. انا اعرف احد القاده في مصر اتقدم له طلب والحضرتك وكمان ايه دعمته منظمات حقوق الانسان فقالها لي كده قال لي لما اموت ان شاء الله او يقتلوني لكن لن اسمح بهذا عايزين نادي في المعادي حضراتهم. فالبيه بدل ما يتكلم في كده ادي الاشكال اللي سيادته بينكرها وطبعا عشان مش عايز يجيبها فراح جايب واحده وواحده قاعدين ان دي واحده ودي واحده بس هي اصلا راجل ومعمول لا احنا بنجيب له الحقيقه اهي ادي غابه الشيمين ودول بقى والشيميل والعجل ده دول شواذ العجول دول برضه طبعا ما شاء الله ده الواد ده الكارثه 500 ادي الفتاه دي بتقود مظاهره المظاهره دي حضرتك اتنشر عنها في تل ابيب حضرتك 500 الف شاذ وشاذ 500 الف نصف مليون فتاه وفتى في الغابه قلب اسرائيل. طب هم بيربوا ما يعني هم عايزين بيربوا جيل ما صدروا حضرتك لسينا ده صدروا الكامبات في سينا سينا النهارده بقت مفتوحه حضرتك وبيدخل بعض الطوائف والاشكال دي دخلوا سينا ومش دخلوا سينا بس ودخلوا التحرير ووصلوا الى ميدان التحرير وبداوا يلتقوا بالجماعات اللي في مصر واللي لها تاريخ وطبعا في لينك موجود النهارده النت اذا كانوا فاكرين ان 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 النت غير متابع وغير مخترق دوليا يعني يبقى ناس واهمين. علشان كده لما اتهموا عمر بن سليمان لما بيقولوا له طب ازاي الراجل ما قالش للرئيس مبارك ان في حاجه؟ لا قال له وقال له يوم 25 وحدد له اليوم. بس المخابرات اللي انا بندهش الناس تيجي تتكلم عن المخابرات والامن القومي ما لهمش دعوه بالداخل. هو يتماس معاك في بعض الامور لكن شغل الداخليه هو الداخلي مع بعض المؤسسات الاخرى. فطبعا في خلط كبير جدا بيتوهوا بيه الشارع المصري. واسرائيل النهارده بتلعبك لعبة الإشاعات نشر الفوضى. ثانيا مصر هدف استراتيجي احنا وريناها على الدولار من 300 سنة لدرجة حتى حملة نابليون لما تراجع وثائقها ان نابليون ألقى كلمة عند يهود فرنسا جمعهم وجمع حكماتهم وقال احنا بنغزو الشرق لإعادة الروح اليهودية التي ابتعثت او ابتعثت المسيحيه منها. كان بيحاول طبعا ان ياخدهم لينك او ياخدهم في صف طبعا. فلا شك ان في مؤامره عالميه على مصر. مصر حضرتك كما قلنا من قبل هي القلب النابض اذا كانت مكه والمدينه هما الرئتان للكره الارضيه فمصر هي القلب اللي بيضخ الدماء وبيضخ الاكسجين وبيعمل الحركه دي كلها. فما اقدرش انفي ان في مؤامره على هذه البلد.